لن أدفع لكم حتى تكملوا تدميرها. بهذه الكلمات نشر جندي إسرائيلي فيديو يسخر فيه من زملائه جنود الاحتلال لعدم تدمير منازل الفلسطينيين بالكامل. هذا المشهد الاستفزازي لا يمثل فقط نوعاً من الفجور الإنساني، بل يكشف أيضاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. لنشاهد. هريسات مبنين أمرتها أنا لو مشلم أخذت يا عبودة أتتفنى لي إذن أنا الخدت يا عبودة لو مشلم